التعاونيات والمقاولات الذاتية ستتمكن من المشاركة في الصفقات العمومية في حال إقرار الحكومة لتعديلات على مرسوم الصفقات العمومية. المشروع القديم الجديد يدخل في إطار مواكبة نمو القطاعات الاقتصادية التي تنشط فيها التعاونيات والمقاولات الذاتية عبر اعتماد آليات جديدة ستمكن هاتين البنيتين من الولوج إلى الطلبيات العمومية بصفة عامة والصفقات العمومية بصفة خاصة. بالنسبة لهذا المشروع الخاص بدعم المقاولات الصغرى في إطار التنافس يعني في مجال الصفقات العمومية فهو قانون مشروع قديم، يعني كان في عهد عباس الفاسي، حكومة عباس الفاسي، وكان في 2012 تم تقديمه ولكن لم يتم العمل به بجدية، وبالتالي معاناة المقاولات الصغرى لا من التنافسية ولا من الولوجية ولا من حجم الضرائب يؤدي من طبعتها إلى إفلاسها وإلى قفلها، وبالتالي هذا المشروع هذا وقته ويجب بزاف الانفتاح على المقاولات الصغرى من أجل دعمها. وتؤكد المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم أن التعاونيات والمقاولات الذاتية تؤدي دورا مهما في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم المجال الاجتماعي من حيث خلق القيمة المضافة وتعزيز دينامية التشغيل، غير أنها مطالبة كذلك بتعزيز قدرتها على رفع تحدي الجودة والتنافسية للاستجابة لمتطلبات الصفقات العمومية. فتح المجال أمام التعاونيات هو فتح المجال أمام القطاع الاقتصادي الاجتماعي التضامني لخلق فرص الشغل لدخول سوق المنافسة نتاع القطاع الخاص، ولدخول سوق المنافسة ليس من جانب إعطاء هدية بقدر ما أنه يتطلب من هذه التعاونيات اليوم أن تهيكل نفسها وأن تؤطر وأن تكوين وأن توفر فرص الشغل وجميع الإمكانيات التي تمكنها من الولوج إلى المقاولات إلى الصفقات، لأن حيازة الصفقة أو الحصول عليها يتطلب الدقة، يتطلب الجودة، يتطلب إنجاز في الوقت، يتطلب لأن هناك اعتمادات مالية بالمقابل، والولوج إلى الصفقات العمومية هو التعامل مع مؤسسات الدولة. وينص المشروع على تخصيص نسبة من المبلغ المتوقع للصفقة التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاول الذاتي أو التعاونية على غرار ما هو معمول به لفائدة المقاولات الوطنية المتوسطة والصغيرة، مع إلزام صاحب المشروع بنشر لائحة بجميع الطلبيات العمومية التي تم إسنادها إلى المقاولات الذاتية والتعاونيات خلال السنة الماضية.